ارجع مره اخرى للكلام اللي انا قلته امبارح، الحكام والعداله التحكيميه، التحكيم والعداله التحكيميه. كل يوم نسمع قبل اي مباراه كبيره او اي قبل اي مباراه بيلعبها النادي الاهلي يقول لك ايه، اصل الحكم مع كابتن محمد معروف هو اللي هيحكم للنادي الاهلي، كابتن امين عمر هو اللي هيحكم للنادي، كابتن ابراهيم نور الدين هو اللي هيحكم للنادي الاهلي. بالمناسبه انا ما يفرقش معايا مين اللي يحكم، انا ليه اللي يفرق معايا كنادي اهلي هو العداله التحكيميه. يعني حضرتك امبارح ما حسبتش ضربه جزاء صحيحه في مباراه المقاصه والزمالك، ضربه جزاء صحيحه 100% والكل قال ان هي ضربه جزاء صحيحه، ليه حضرتك ما حسبتهاش؟ هي دي العداله اللي فارقه معايا، هو ده اللي يفرق معايا ان انا افكر فيه خلال الفتره اللي جايه، هو ده اللي يفرق معايا كنادي اهلي، ان انا عايز اخد حقي في المباريات، ان انا عايز الحكم لو عليا ضربه جزاء صحيحه احسب عليا ضربه جزاء صحيحه ما فيش مشكله، ولكن لو ليا ضربه جزاء من فضلك اديني ضربه الجزاء بتاعتي، من فضلك احسب. فلغط كتير برضو بيحصل في موضوع الحكام. نادي الاهلي ما عندوش مشكله، النادي الاهلي من او اكتر نادي واكبر نادي ساند الحكام المصريين خلال الفترات اللي فاتت، مش بالكلام ولكن ببيانات واضحه وصريحه كانت طالعه من مجلس اداره النادي الاهلي في الوقت اللي من حوالي سنه ونص كده ولا حاجه، او من حوالي سنه. فبالتالي الثقة في الحكم المصري كبيرة جدا جدا من النادي الأهلي، ولكن كل اللي بنطلبه إيه؟ العدالة التحكيمية. حضرتك ما حسبتش ركلة الجزاء امبارح، على إثر هذا الموضوع إن أنت ما حسبتش ركلة الجزاء في مباراة المقاصة والزمالك حصل إيه؟ كابتن محمد عبد العظيم قدم استقالته لأنه اتغلب، فقدم استقالته ومشي، وأيضا نادي المقاصة خسر 3 نقاط، كان من الممكن جدا ان هو يتعادل وبعد كده يكسب، كان ممكن جدا ان هو ضربة الجزاء ممكن ما تخشش، ما حدش عارف كان ايه اللي ممكن يحصل، ولكن العدالة 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 هو ما يريده او هو ما نريده خلال الفترة اللي جاية، لان احنا داخلين على 4 مباريات بنلعب كل 3 ايام ماتش. النادي الاهلي هيلعب يوم الخميس يوم 1 ويوم الاحد يوم 4 وبعدين يوم 7 وبعدين يوم 11 المباراه الاخيره لو فضل المباراه يوم 17 زي ما هي.